بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: وما عجبا تحت العباد الصحف كما من القرآن نصا عرفا. فرد المصنف رحمه الله تعالى لهذا البيت ذكر بعض أمور القيامة، وقد تقدم معنا منها الحساب، وبعض أهل الجنة والنار، وهذا مترتب على أخذ الصحف. فالمؤمن الصالح التقي يأخذ كتابه بيمينه حتى ولو كان عاصيا، وهذا دلالة إلى أنه لا يخلد في النار إن دخلها. وأما الكافر والعياذ بالله يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا دينه والدنيا والآخرة. ثم شرع في الكلام على شيء من الأهوال فقال: سمعا لورود كتابا أي القرآن الكريم، وسنة أي في الحديث الشريف، والعقاد الإجماع عليه مع إمكانه، وكل ما هو كذلك فهو واقع والإيمان به واجب، منه أخذ العباد الصحف أي تناول جنس العباد من مكلفين الثقلين، الثقلان الإنس والجن، فلا يرد السبعون ألفا أيضا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. في سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب، قلنا ما هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام سيدنا عكاشة الله عنه قلت: ادعو الله لي يا رسول الله ان اكون منهم. قال: انت. وقام اخر قال: ادعو الله يا رسول الله يكون منهم. قال: صبغ كبير عكاشة. فلا يجد السبعون ألفا أيضا
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا الملائكة. الملائكة لا يحاسبون ولا الأنبياء، فإنهم لا يأخذون الصحف. المراد من الكتب التي كتبت الملائكة فيها ما فعلوه في الدنيا. وعلى هذا فقيل: توصل صحف الأيام والليالي، توصل صحف الأيام والليالي. وقيل: ينسخ ما في جميع في صحيفة واحدة. وجمع الصحف لمقابلة جمع العباد. ولم يذكر المصنف رحمه تعالى دافع الصحف لما ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت العرش فلا تخطى صحيفة ونقى صاحبها، وإن كل أحد يدعى فيعطى كتابه. وجمع بأن الملائكة تأخذها من الأعناق وتضعها في الأيدي، والآيات والأحاديث شاهدة بعمومهم لجميع الأمم، كما من القرآن نصا عرفا أي منصوصا أي أخذا مماثلا لما عرف تفصيله من نص القرآن وقول ربنا سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، هاؤم خذوا. إني ظننت أني ملاق حسابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله يا لطيف فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. دلت الآية بحسب أولها على أن المؤمن الطائع يأخذ كتابه بيمينه، بحسب آخرها على أن أخذ بشماله هو الكافر. وأما المؤمن الفاسق فجزى المعبردي بأنه يأخذه بيمينه خلاوه المسهور، فقيل يأخذه قبل دخوله النار، ويكون ذلك علامة على عدم الخلود فيه. وأول من أعطى كتابه مطلقا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعده أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وأخوه الأسود ابن عبد الأسد أول من يأخذ بشماله. صلى الله عليه وسلم. وظاهر كلامه أن القراءة حقيقية وقيل مجازية عبر بها عن علم كل أحد بما له وما عليه، يعني قراءة أراد بها العلم. ويقرأ كل أحد كتابه ولو كان أميا. وقيل يقرأ المؤمن سيئات نفسه ويقرأ الناس حسناتهم حتى يقول: ما لهذا العبد سيء. ويقول: ما لي حسنة. وأول سطر من صحيفة المؤمن أبيض، فإذا قرأه
بيض وجهه. الله. والكافر والعياذ بالله ضد ذلك. ناخذين من لا يقرأ كتابه استعمال على القبائح فيذهل عما بين يديه. منهم من يقرأ مكتفيا بقراءة نفسه فالاتباع في الخير. منهم من يدعو أهل حاضرته بقراءته إعجابا مما فيه كالرؤساء المقتدى بهم في الخير والجن والإنس في جميع ما ذكر. يعني الناس الفائتون في ناس من فرحتهم يقرأوا على رؤوس الناس حتى يعرفوا منزلتهم عند الله عز وجل. ثم قال مثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب أو العيان. صلى الله على سيدنا. Yes, I'm just going to... Yes, I'm just going to...